شيخ. هلا صباح الخير يا ابو احمد. هلا والله صباح الفل يا شباب. صباح النور. نحييكم ونبعث لكم رسالة قصيرة من جزيرة كوبنغان العظيمة في دولة تايلاند العظيمة. احنا لسه واصلين دلوقتي بعد رحلة معاناة طويلة عشان نيجي المكان الجميل ده، وان شاء الله هنحضر الفيلم والبارتي ونروح نستحمى ونعوم في الماية والدنيا زينة. يلا صباح الفل. تتمتع جزيرة كوبنغان بالبساطة والأسعار. جزيرة صغيرة نسبيا مقارنة بباقي الجزر زي كوسوموي وزي جزر الدنيا، ولكن كوبنغان دي جزيرة مشهورة بحفلة اكتمال القمر فول مون بارتي، وتمتلك طبيعة خاصة وشواطئ رملية ناعمة وشواطئ ذهبية، وهي تكون وجهة للمسافر ذو الميزانية المحدودة. يعني ممكن يكون مصروفك كله في كوبنغان هنا في اليوم يعني حركة 600-700 بات في اليوم، شامل الأكل والهوستل والمواصلات وكل حاجة، يعني ده بمعادل 350 جنيه مصري في اليوم. فدي يعني الإنسان اللي الميزانية متوسطة معاه يعني أو قليلة. يعني لو تروح جزيرة كوسومو هتلاقي السعر أغلى. و أنا أحب لما أجي أسافر أروح تايلاند أحب أجي جزيرة كوبنغان عشان بتشوف برضو الحفلة الفول مون بارتي. هتشوفوا لقطات كده من الفول مون بارتي في آخر الفيديو. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب واشتراك في القناة لكي تدعمونا لنشر المزيد من الفيديوهات المثمرة وذات المنفعة للكل. وشكرا على استماعكم سيدات. أرض الطبيعة الخلابة، شوفوا الخضرة يا ناس، شوفوا الخضرة، شوفوا يا ناس زي بلادنا جبال شهب شهب شهب. Jim, like you're treated pretty much like a living hotel guest. The way to Hadrian's.